السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، معكم امين في الدويتوم في فيديوهات اخرى اللي راح تكون موجهه للناجحين في شهاده البكالوريا، الناجحين واللي ماشي ناجحين كيف كيف. راح نهضروا اولا على الناجحين، مبروك عليكم وان شاء الله نتمنوا لكم نجاحات اخرى في مساراتكم العمليه والشخصيه، وانكم تطوروا رواحكم وتستفادوا من الجامعه من هذه العوامل اللي راهم جايين 3 5 7 10، ما يهمش قد ما يهم انك في الجامعه هذه تخليها تخلي اثر على حياتك وتخليك تطور نفسك على بزاف اسقطه. اولا على بالي باللي بقى لكم بالك نهار ولا زوج باش تقدموا لي شوا تاعكم وباش تخيروا لي سبيسياليتي اللي راكم حابين ديرهم في الجامعه. ما حبيتش ندير فيديو على البكري باش ما يكونش انفلونس ولا ما يكونش فيه تاثير على الاختيار تاعكم، لانه الاختيار تاعك هي حاجه اللي بالك كنت توجد لها من نهار اللي دخلت فيها للليسي. باسكو نشفع على روحي انا نهار اللي دخلت الليسي درت دي سبيسياليتي حاب نديرهم، من بينهم ميدسين، ما وفقنيش ربي درت ميدسين، درت طب الميكروبات تما كيف كيف، على انك تخير المجال اللي راك حاب تقرا فيه، ومن بعد راح تخدم طيله الثانويه على هذاك على هذيك النتيجه. تما انت من نهار اللي دخلت الليسي اذا كنت معول دير اركيتكتور انفورماتيك ميدسين فارماسي دونتيست، المهم لي سبيسياليتي كاع كنت على بالك بالمعدل تاعهم، تما كنت تخدم على واحد المعدل باين. اذا ما قدرش ربي وديت هذاك المعدل دركا لازم تاكتيفي واحد العفسه واسمها امرجنسي ستيت في روحك انت، وهذيك ماشي اسمها علمي تاع زعما في الباك ولا نفسي ولا، انا اسمها امرجنسي ستيت اللي هي كيفاش تقدر تلقى حل لهذا المشكله اللي هي المعدل تاعك ما يسمحلكش دير سبيسياليتي تاعك في اقرب وقت. هو انك كيما صهرت كاع الليالي باش تقرا باش توجد الباك تاعك، كيما قريت المات قريت الفيزيك قريت السيونس قريت العربيه قريت لي لونغ الاخرين قريت الفلسفه ريفيزيت السبور الناس اللي تريفيزيت السبور باش تدي الباك تاعك معدل مليح، زيد اسهر شويه ليالي اللي هي ديرهم للبحث. البحث واللي هي حاجه راح تكون بزاف مهمه في المسار الجامعي تاعك، لانه كلش ما راحش يكون مبني على واش يعطيك الاستاذ، راح يكون ثاني مبني على البحث الشخصي تاعك. يعني من درك ابدا تتعلم دير البحوث، البحث الاول اللي راح ديرو هما وشو هما لي سبيسياليتي اللي راهم دوموندي. ايه ماشي سبيسياليتي كنت حابها انت، بالك عندك 3 سنين كي دخلت للليسي كان مازال واحد لي سبيسياليتي هما الرائده في الجزائر ولا في العالم. في الوقت الحالي رانا نشوفو بلي كاين تطور يعني سريع جدا، يعني هذاك التطور هذاك اللي راهو يصرى، بالك انت راك تسمع بتكنولوجيا جديده كل شهر ولا كل عام ولا كاش حفصه كيما هكا، في اليوم كاين شحال من تكنولوجيا جديده راهي تخترع ولا تطور ولا تستعمل في عده مجالات. دونك انت سي شوف المجال اللي تقدر تدخل له تقراه في الجامعه ويكون رائد بعد مده تتراوح من 3 إلى 5 سنين. ما تخيرش المجال اللي راهو رائد درك، خير المجال اللي راك تشوف فيه راهو في تطور، راهو كاين احداث التحديثات اللي راهي تصرا في المجال هذاك، اللي بعد عامين ولا ثلاثه بالك راح نشوفوا سوق العمل الجزائري يطلب بزاف هذاك المجال، ولا بعد 5 سنين انت راح تتخرج وتلقى هذاك المجال ولا رائد في العالم. علاش؟ لانه كي راك تقرا ماكش تقرا باش تخدم العام هذا، راك تقرا باش تخدم من نهار اللي تخرج بديبلوم. بيان سور ما نحكروش الدبلوم اخاوتي، وعلى بالي بلي كاين بزاف راح يعطوكم بعض المغالطات تاع ما يهمش الدبلوم، الناس ولاو ريكروتي بلا ديبلوم، الشركات الكبيره راهي تريكروتي بلا ديبلوم، اللي دار ديبلوم هذاك واش دار به؟ لا خاوتي ما تسمعوش لهذاك الجانب، اسمعوا للجانب اللي يقول لكم بلي الدبلوم نتاعك مهما كان التخصص اللي راح ديرو تقدر تبدع، تقدر تكون الاحسن في هذاك المجال، وتقدر تواكب العصرنه اللي راهي صاريه في الوقت الحالي. يعني ما راحش نقول لكم خيروا دومين على دومين، شوفوا نتوما ديروا البحوثات تاعكم وخيروا واش من دومين اللي راكم حابين تدخلوا له. اذا كنتوا حابين تدخلوا للانفورماتيك خليني نعطيكم نصيحه برك، هي انكم لازم تكونوا الماجور دو برومو والماجور دو برومو برا الكلاسه باش تقدر تواكب الانفورماتيك، مع انه حتى تكون اخر واحد في القسم تقدر تكون الماجور دو برومو خارج الكلاسه، اللي هي يعني انك دير بحوثات تحوس تشوف التكنولوجيات اللي راهم يطوروا، تشوف الناس واش راهو يدير، تشوف الناس واش راهي تجيب جديد، تشوف لي زالغوريتم، تشوف الشركات واش راهي تطلب. هذه هي الماجور دو برومو برا القسم. داخل القسم هي انك تبدع في واش يعطيك الاستاذ كتي بي ولا ك دروس موجهه ترافو ابليكي ولا تي بي، المهم هذوك الامارات اللي يعطيهم لك الاستاذ، ولازم شغل تبين انك انت مبدع في المجال تاعك. اللي يبدع يكون في كاع المجالات، قادر تقرا لي لونغ،
تبدأ في مجال اللي هو تعليم اللغات عن طريق استعمال الهواتف الذكية واستعمال التكنولوجيات. صح ماكش في الانفورماتيك، راك في ليلونغ، بصح تقدر تكومبيني بين زوج لي سبيسياليتي وتخرج حاجة مليحة اللي تكون مبدعة. شفنا بالك العوام الاخرين هادو كان صاري بوم كبير تاع الانفورماتيك. علاش؟ لانه كنا عايشين في كورونا، كان صرات فترة اللي شغل كنا قاع مريحين في الدار كامل، شغل الناس الشركات الكبيرة شافت باللي لا محالة ولا لا هربة ولا لا تفحات من انه لازم توظف التكنولوجيا في الخدمة ولا في المكتب تاعك ولا في الشركة تاعك ولا. دونك شوفوا المجالات اللي راكم حابين تقراوهم ونقولها ونعاودها، ابحثوا ليالي هادو اسهروهم، اسهروا شوفوا واش تقدروا ديروا في سبيسياليتي هذيك. ومهما كانت على بالنا باللي السيستم ماهوش فريمون سيستم اللي يسمح لك دير انت واش راك حاب، قد ما يعطيك دير واش انت قدرت عليه في المعدل تاعك تاع الباك. ما تهبطوش يديكم، ما تستسلموش، ودائما خموا باللي اي مجال راح تقراه في الجامعه عندك طريقه فيه باش تبدا وعندك طريقه فيه باش تكون انت هو الاحسن، ونهار اللي تخرج بالدبلوم تاعك تلقى الخدمه تاعك وتلقى سوق العمل يقول لك مرحبا بك كنا نستناو فيك، هذه عندنا شحال. على بالي بلي طولت بالك في النقطه هذه، هي كانت لانها بزاف مهمه، ونشوفها بالك في جامعات واحده اخرى يكون فيها توجيهات، ولا في بلدان واحده اخرى يكون فيها توجيهات باش الطالب يكون عنده هاد الاختيارات ولا يكون عنده هاد المايند سيت باش يخير الاختصاص نتاعو. لكن حنا نميلوا بزاف على ان نعرفوا بالسبيشاليتي تاعنا. برك انا خريج جامعه قصدي مرباح ورقله، ديت الماستر تاعي في الجزائر وخرجت برا الجزائر باش نكمل الدكتوراه تاعي. هذا ما يعنيش اني راح نقول الجامعه الجزائريه ماشي مليحه ولا الجامعه الجزائريه ما تستاهلش ولا، لكن على حسب مفهومي انا ما يهمش الجامعه اللي تقرا فيها تاع الصح، ما يهمش الجامعه اللي تقرا فيها، مع انه الجامعه تاعي كانت ذو مستوى، كانوا عندنا اساتذه ذو مستوى وكانوا عندنا اساتذه واحدين اخرين ماشي ما عندهمش المستوى المتطلب باش يقريك في الجامعه. لكن هذا ما يعنيش اني نبقى نتبع غير في الاستاذ ولا نبقى نتبع غير في الكور ولا نبقى نتبع غير في السيستم تاع الجامعه هذيك وما نطلعش على جامعات واحده اخرى. نصيحة ثانية لكم هي انكم ديروا بحث على واش معناتها الجامعة، واش هو السيستم اللي تمشي به الجامعة، الجامعة واش هي، التكوين تاع الجامعة كيفاش مداير، واش معناتها نظام LMD نظام كلاسيكي، واش معناتها انك تدخل المدرسة العليا وتمشي بسيستم ولا تدخل الجامعة وتمشي بسيستم واحد اخر، واش معناتها المدرسة العليا ذو التخصص، واش معناتها المدرسة متعددة التقنيات، واش معناتها انك تدخل ليكول دو فورماسيون بروفيسيونيل، واش معناتها انك تدخل لاي نوع من هذه الانواع تاع الدراسه باش تعرف انت واش راك حاب اكزاكتومون. قادر انت راك حاب دير تمهيل ماكش حتى حاب تقرا، علاش تروح تقرا وتدخل للجامعه ولا تدخل مدرسه عليا وانت راك عندك حرفه حاب الدراسه حاب دير تمهيل. دونك كيما نقول لكم هذا المستقبل تاعكم، لازم نتوما تخيروا وايزلي بذكاء، يعني تخيروا المجال اللي نتوما راكو حابينه واللي راكو حابين تبدعوا فيه. داكور؟ دونك سيو قراو، طابي دركا في جوجل خرج من الفيديو اذا كنت عجبت الباك تاعك هذا العام، وطابي LMD اقرا لمده 10 دقائق واش هو نظام LMD، واش ما محاسن وعيوب نظام LMD، كيفاش تقدر تنجح في نظام LMD، شحال لازم تدي معدل باش تطلع كاع عوامك في نظام LMD، شحال فيه الليسونس، شحال فيه الماستر. ما تدخلوش للجامعه غير هكذاك باش من بعد يبداو يقولوا لكم صحابكم ولا لي زاني افونسي يقولوا يفهموكم شي الجامعه. ادخل للجامعه فاهم باش تربح بزاف وقت من الاخر، واذا تدخل للجامعه فاهم وعلى بالك واش راك دير راح تربح بزاف وقت وتسيفي بزاف جهد، انك اللي تخلي هذاك الجهد هذاك غير في قرايتك وغير في تطوير نفسك. النصيحه الثالثه هي انكم بعض ولا اغلبيه المراجع اللي راح تلقاوها في قريب كل المجالات راح تكون بلغات اجنبيه، فرنسيه انجليزيه ومرات راح تلقاهم بالعربيه. تسمى سي دائما انك تطور روحك في بعض المجالات، منهم اللغه. اللغه هي انك تتعلم اللغه اللي تشوفها رائده في المجال تاعك. اللغه الرائده في الوقت الحالي هي الانجليزيه، تسمى سي طوروا روحكم في الانجليزيه لانكم راح تحتاجوها، راح تحتاجوها في البحث تاعكم، راح تحتاجوها باش تقراو كتب، راح تحتاجوها باش تقراو مراجع، راح تحتاجوها اذا كنتم معولين تخرجوا برا الجزائر باش تكملوا قرايتكم، وراح تحتاجوها حتى باش تقدروا تلقاو فرص باش تخرجوا من الجزائر باش تتعلموا اكثر. نقول لكم فرص باش تخرجوا من الجزائر ماشي معناتها انكم تخرجوا وتترحلوا من الجزائر، بالك ديروا دي ستاج، بالك ديروا دي بروغرام دي شونج، بالك ديروا دي زيفيرمون، بالك تشاركوا في دورات عالميه اللي راح تحتاج انك انت تتقن اللغه الانجليزيه، بالك شركات عالميه راح تكون تحوس على بروفايلز باش يعطوهم ستاج في الشركات تاعهم
واذا انت تهضر اللغه الانجليزيه راح يكون لك اسهل. حاول انك عوام الليسانس الاولى ولا 3 سنين الاولى من الدراسه نتاعك في الجامعه تخصص لها بعض الوقت لتطوير مهاراتك الذاتيه، منهم اللغه، منهم مهارات واحده اخرى اللي قادر تعاونك في مجالك. كما قلنا مجال الانفورماتيك ماهوش محصور على طلبه الانفورماتيك برك، كما مجال البناء المعماري ولا الارشيتكتور ماهوش محصور غير على طلبه الارشيتكتور. حتى الناس اللي حبت تعرف اكثر على الميدسين وتشوف طرق للميدسين دي زانفورماتيسيان يحبوا يدخلوا البيوتكنولوجي ولا، لازم يتعرفوا على مجالات واحده اخرى اللي خاصه بالطب ولا بالتداوي ولا مجال واحد اخر. تما دوك 3 سنين دائما نستعملهم في تطوير نفسك واللغه. الحاجه الرابعه اللي حبيت نهضر عليها هي انك انت كطالب ديت الباك تاعك ديجا اسمك طالب خلاص ما وليتش تلميذ، ماشي لازم تلبس طابليه على السمانه الاولى تاعك في الجامعه، تما خليها في الدار اروح بلبستك، المهم تكون محترم، جيب كامل كتبك وكراريسك، ما يهمش ثاني الغلاف لون الغلاف تاع الكتاب، لكن راح يهم امتلاكك لبعض التولز اللي راح تساعدك في البحث نتاعك ولا راح تساعدك في قرايتك، لكن ما تكلفش فوق طاقتك. علاش ما تكلفش فوق طاقتك؟ لانه راح نشوفوا بلي بزاف طلبه يقول لك اول عام تاعك في الجامعه لازم تشري بي سي بورتابل، لكن اذا عندك سمارت فون نقدر نقول لك تقدر تفوت العام الاول والثاني نتاعك بلا ما تشري بي سي بورتابل اذا كان المجال تاعك في القرايه ما يدعوش لذلك. اذا كنت في مجال يتطلب بي سي بورتابل شوف كيفاش من درك تبدا تلم البي سي بورتابل هذاك، ولا تشوف اذا كنت مسيفي من قبل دراهمك تاع الباك خليهم على جهه شري بهم بي سي بورتابل باسكو يسهل لك بزاف صوالح. صح تليفون سمارت فون يساعدك في بعض الحوايج، لكن البي سي بورتابل راح يسهل لك عمليه البحث نتاعك، راح يخليك مرتاح اكثر في البحث، يعني تريح قدام بي سي وتخدم خير ما انك تقعد مريح في التليفون وتدخل عينك داخل التليفون. لكن ثاني يا خاوتي ما يو دونت بريك ذا بانك، دونت بريك ذا بانك بمصطلح انك اشري على قدك، اشري على قدك وتجار الميكروات يرحم والديكم ماشي كي جا الباك طلعوا لي بري تاع الميكروات، لانه عندنا ناس اللي راح يحتاجوه لقرايتهم، اذا طلعوا البري ما راحش يقدروا يشرو هذاك الميكرو. دونك اذا كاش ما راك تفرجوا الفيديو ولا ريقلوا لنا ديروا لنا دي باك تاع الباك، ديروا لهم البري اللي ماشي تاع الباك يا خويا ما تديش فيه ثاني بري تاع البي سي باين. دونك سي تشوف تولز اللي تساعدك اللي هو بالك بي سي بورتابل، بالك انت يسع لك ايباد، بالك يسع لك طابلت، نشوف حاجه اللي راح تعاونك للبحث، باسكو نعاودو نرجعو للبحث كتير مهم في الدراسة في الجامعة. الحاجة الخامسة والأخيرة، كي تدخلوا للجامعة خاوتي وخواتاتي وكيما نقولوا راح تعيشوا واحد الترانسفير ولا راح واحد ليطاب اللي راح تفوتوا من كنتوا في الليسي ولا كنتوا في الطور الثانوي وتطلعوا للطور الجامعي، كلش راح يتبدل. نقدر نقول لكم 80% كاع واش كنتم دايرين في راسكم راح يتبدل. كما الحفاظه ما راحش تولي تاكل في الجامعه، راح تولي الفهمه تاكل اكثر. لكن ما تنساوش حاجه اللي هي انكم تستفادوا من عوام تاعكم تاع الجامعه، انضموا لنوادي علميه، ديروا ديزيفينمون خارج الكامبس تاعكم ولا خارج الجامعه تاعكم، تعرفوا على ناس في المجال تاعكم اللي يقدروا يعاونوكم تطوروا من نفسكم. وتشيل سامتايمز، تشيل سامتايمز يعني استمتع بالجامعه في بعض الاوقات ماشي غير قرايه قرايه قرايه. هذه مانيش ندعو انك ما تقراش، راني ندعوك انك يو تشيل يعني تستمتع باي حاجه تدار في الجامعه. كما قلت لكم نوادي لي زيفالمون، تخرجوا خارجات علميه، تخرجوا الولايات واحدين اخرين بارطاجيو فيهم ليكسبيريونس تاعكم وتشاركوا ليكسبيريونس تاع ناس واحدين اخرين. تروحوا للتدريبات، تدريبات معترفه ماشي تدريبات الاسود، اللي تقدر تقدم لكم زياده في المجال تاعكم. سي في عوامك الاولين دائما تبقى في المجال تاعك، اذا حبيت توسع في مجالات واحده اخرى خليها للعامين تاع الماستر اللي راح يكون عندك وقت اكثر وراح تكون مخصص لمجال واحد، خاصه اللي عندهم لي ترونكوما، خاصه اللي يديروا لي بريبا، وخاصه اللي داخلين البوليتكنيك، جماعه الميديسين فارماسي و مجالات واحده اخرى اللي صعيبه اللي على بالنا بهم اللي صعيبه، على بالنا بلي ماشي يكون عندكم بزاف وقت، بصح وكان تدخلوا للجامعه وتدرسوا مليح الامر راح تلقاو بلي عندكم الوقت وتقدروا تتفرغوا لمجالات واحده اخرى لحوايج واحده اخرى. وما تنساوش في بعض الاحيان لازم لك ترتاح باش تكمل الطريق تاعك، تما خليها دائما في بالك كي تدخل الجامعه. ونتمنى لكم كل التوفيق. هادو كانوا خمس نصائح برك هكا على الطائر كما يقولوا اللي حبيت نقدمهم لكم قبل نهار الاخر من اختيار السبيشاليتيز تاعكم ولا التخصصات اللي راكم حابين تقراهم في الجامعه. اذا كنت خيرتهم ما تقلق، don't panic، chill، relax، there is no problem. أي حاجة راح يعطوها لك سي طبق الخمس أشياء هادو وإن شاء الله راح تفوت
كيما نقولوا دوره جامعيه 2022 2023 والدورات الجامعيه الجايه بخير وعافيه. حبيت اني في اخر الفيديو هذا نقول لكم باللي انا ماشي من جون. في اخر الفيديو هذا حبيت نهضر لكم ثاني على ناس واحدين اخرين سيرتو البنات اللي يقول لك بالك انا واش يطبق على الطفل ما يطبقش عليا انا كطفله. تقريبا نفس الشيء، لكن معليش ندوكم على حساب فهمتكم ونقول لكم بلي راح نخلي لكم لينك لتحت اللي هو الباجا تاع زوج من الناس اللي نعرفهم ونحترمهم بزاف اللي هما سلمى بكوش وشادى الاسلام بن محسن. راح نخلي لكم اللينكس تاع الفيسبوك بيج تاعهم وتاع اليوتيوب تشانل تاع سلمى بكوش اللي داروا بزاف لقاءات قدموا بزاف نصائح للبنات وكاع الطلبه. تما خاوتي ما بقى عليكم غير انكم تختاروا المجال اللي راكم حابين تقراوه توجدوا روحكم للجامعه وربي يوفق الجميع. الناس اللي ما داوش الباك راح نسيو نديروا لهم فيديو نهضروا فيه على كيفاش يقدروا يستفادوا من العام نتاعهم هذا الدراسي ولا هذا العام كامل اللي راهو جاي ويديروا حوايج من واحد اخرى باش ما يخلوش الجاب تاع الديفرنس بيناتهم وبين لا سيكسيون تاعهم ولا بين القسم نتاعهم اللي دا الباك هذا يكون كبير. تلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. وإذا كاش ما كنتوا عارفين واحد دا الباك ابعثوا له الفيديو ديروا لايك بارطاجيو الفيديو كاش ما يشوفها واحد ويستنفع بها وكومونتيو لنا لتحت كيفاش كان عامكم الاول تاع الجامعه الناس اللي دات الباك تاعها. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.